أقل من 5 أشهر فقط، وتنظم الانتخابات النيابية المبكرة الفريدة من نوعها في البلاد النجف، وبعد انتهاء موعد تحديث سجل الناخبين، يؤكد مكتب الانتخابات فيها إتمام استعداداته لاستقبال يوم الاقتراع من خلال المتعلقات القانونية اللازمة لعمليات التصويت وتنظيم الورش التعريفية بآليات الاقتراع وفق القانون الانتخابي الجديد. تزامنت عملية تحديث سجل الناخبين ومع توزيع بطاقة الناخب، حيث بلغت نسبة التسجيل البيومتري، أيضا واكبت مع عملية تحديث عملية تسجيل واستلام قوائم المرشحين، وحيث انتهت عملية تسجيل واستلام قوائم المرشحين. مجلس النواب القادم المفوضية وضعت خطة إعلامية شاملة اللي هي منها إقامة الندوات التثقيفية، وهذه إحدى الندوات اللي تقام اليوم مع أحد منظمات المجتمع المدني مشكورة. احنا وضعنا حملة إعلامية شاملة الهدف منها تثقيف تحفيز الناخب على أهمية، خصوصا في هذه المرحلة، أهمية استلام لبطاقة الناخب الإلكترونية والبايومترية لما لها من أهمية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية. تحذيرات من مقاطعة الانتخابات أطلقها باحثون إلى المواطنين، فبعدما آلت إليه الأوضاع في العراق على مختلف الصعد، يرى مراقبون إن لا طريقة لعودة مسار الإصلاح إلا عن طريق صناديق الاقتراع التي قد تسفر عن تراجع أسهم الأحزاب المتهمة بالفشل والفساد. طبعا احنا نطلب من المواطن العراقي المشاركة الواسعة في الانتخابات وعدم المقاطعة للقضاء على الفساد، للقضاء على من دمر هذا البلد. الجميع يعلم أن الأحزاب السياسية السابقة قد أوصلت البلد إلى الهاوية، واليوم نحن نحث الجميع بالمشاركة باستلام بطاقة الناخب. الآن منذ 2003 ولحد الآن لا سبيل لكل الكيانات ولا سبيل للشعب سوى الانتخابات لتغيير الحاكم في العراق. بين الآمال بنتائج انتخابات تصحح الأخطاء وتغطي على الفشل السياسي والتخوف من سلطة السلاح المنفلت، تتصاعد الدعوات بضرورة وجود إشراف دولي على العملية الانتخابية التي ستكون نقلة نوعية في المستقبل العراقي القريب. من النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.